أيضا لك التركية كشفت أن حكومة أردوغان بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي تؤمن عمليات نقل الإرهابيين عبر الأراضي التركية وتسهيل دخولهم إلى منطقة طل أبيض الحدودية السورية، وأنهم يتبعون لما يسمى مجموعة أحرار الشام الإرهابية ومجموعات إرهابية مختلفة منضوية في صفوف ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة. ورغم محاولة أردوغان التستر على هذه الحقيقة خشية انكشافها والتي كان آخرها إقالة المدعي العام مصطفى سيرلي من مهامه، إلا أن المحققين في القضية أجمعوا أن جميع الأدلة التي تثبت نقل الإرهابيين إلى سوريا داخل محضر وملف التحقيق. حالة الخوف والترقب لدى بريطانيا وفرنسا وتونس دفعت بحكوماتها إلى تجديد الإجراءات الأمنية خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته وغذته في سوريا عليها، حيث أوقفت الشرطة البريطانية 4 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية، أحدهم كان يهم بالصعود إلى طائرة متوجهة إلى تركيا. السلطات الفرنسية أيضا أوقفت عائلة مكونة من 5 أشخاص في مطار أورل الدولي قبل صعودها إلى طائرة متوجهة إلى مدينة اسطنبول التركية للذهاب إلى سوريا. وفي سياق متصل كشف تقرير أوروبي داخلي وجود حالة استنفار وحراك أوروبي لتطبيق ظاهرة الإرهابيين المتطرفين الغربيين في سوريا، مبينا ضيق الأوروبيين وهواجسهم من حلفائهم الإقليميين في تركيا ومشيخات الخليج وعلى رأسها قطر التي أبدت رفضا تاما للتعاون معها في الوصول إلى نتيجة حاسمة لوقف تمويل العصابات الإرهابية في سوريا، وأن هدفها الأساسي استهداف الدولة السورية.